بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دونك مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحصة. دونك كتذكير، فإننا في طور إنجاز مجموعة من الحلقات الهادفة إلى تعلم الجوجبرا بشكل مجاني بطبيعة الحال. دونك في الحصتين السابقتين قمنا بتنزيل البرنامج الخاص بالجوجبرا. دونك أذكر هنا بأننا قمنا بتحميل النسخة الخامسة من الجوجبرا. بطبيعة الحال اعتمدنا في ذلك على الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج، وكذلك في الحصة التي بعدها قمنا بتثبيت هذا الأخير، بتثبيت البرنامج الخاص بالجوجبرا على الحاسوب. في هذه الحصة كما ترون سنحاول التعرف معا على الواجهة الخاصة بالجوجبرا، وكذلك الحديث حول مجموعة من الأمور الخاصة بهذا البرنامج. وكما تلاحظون معي هنا فإنني أتوفر على نافذتين، دونك نافذتين متحديتين. النافذة المتواجدة هنا على اليسار، على يسار الشاشة، تسمى الجبر، دونك كما تلاحظون هنا الجبر، والنافذة المتواجدة على اليمين تسمى غرافيك. دونك سنتحدث مستقبلا إن شاء الله حول ما نجده في الجبر، دونك ما هي العناصر التي نجدها هنا، وما هي العناصر التي يمكننا إنشاؤها بطبيعة الحال في هذه النافذة الخاصة بجرافيك. دونك أول شيء يمكننا الحديث حوله هو هذه الشبكة وهذان المحورين. دونك أولا يمكننا إخفاء أو إظهار هذه الشبكة، دونك باستعمال الزر الأيمن للفأرة، وكما تلاحظون هنا عندما أضغط بالزر الأيمن للفأرة أحصل على هذه القائمة. دونك هذه القائمة كما تلاحظون هنا هناك أكس، وتحتها مباشرة هناك غري. دونك بالضغط على اكس يمكنني اخفاء هذين المحورين، وكذلك بالضغط على غري يمكنني اخفاء هذه الشبكة، فاحصل على صفحة بيضاء. دونك هنا يمكننا بطبيعة الحال تغيير الخلفية، دونك من اللون الابيض الى لون اخر. دونك سنضغط بالزر الايمن للفأرة ونذهب الى الاختيار الاخير جرافيك. دونك هنا ستظهر لنا نافذة جديدة على اليمين كما تلاحظون. دونك هذه النافذة يمكننا الحديث حولها مستقبلا. أولا سنقوم كما قلت بتغيير الواجهة، تغيير الخلفية الخاصة بهذه النافذة. دونك سأذهب إلى هذا الاختيار هنا غرافيك، وأختار لا كولور دو لاغيغ بلون، الخلفية هنا كما تلاحظون كولور داغيغ بلون. دونك هنا كما تلاحظون فهو يؤشر على اللون الابيض. دونك عند الضغط ستظهر لي هذه النافذه شوازير اون كولور، دونك ساختار لون معينا. دونك مثلا ساختار خلفيه ذات اللون الازرق مثلا هكذا، فلاحظوا معي على ماذا ساحصل. يمكننا كذلك تغيير اللون مره اخرى، دونك مثلا الى هذا اللون، او جعلها كما كانت في البدايه على شكل اللون الابيض بطبيعه الحال. دونك سنعود للحديث مرة أخرى هنا. دونك ماذا يمكننا أن نفعل في هذه النافذة؟ بطبيعة الحال يمكننا إنشاء مجموعة أو رسم مجموعة من الأشكال الهندسية. دونك يمكننا إضافة نافذة أخرى خاصة بالهندسة المستوية غرافيك 2. دونك إذا كنا نرغب في الاشتغال في نافذتين مختلفتين. بطبيعة الحال هناك عناصر يمكننا إنشاؤها في النافذة الأولى غرافيك، دونك هذه تسمى النافذة الأولى غرافيك 1، وهذه تسمى غرافيك 2. دونك يمكنني إنشاء عنصر في غرافيك 1 ونقله بعد ذلك إلى غرافيك 2 أو العكس. دونك هنا يمكنني إخفاء المحاور كذلك بطبيعة الحال. دونك سنقوم بالتطرق لما قلته آنفا. دونك مثلا سأقوم بإنشاء نقطتين هنا، نقطة A ونقطة B. لاحظوا عندما قمت بإنشاء النقطتين A و B فهما تظهران في النافذة الخاصة بغرافيك 1 وليس بغرافيك 2. وعلى اليسار هنا الجبر، دونك قام بكتابة أو قام بتسجيل العناصر التي قمت بإنشائها التي تمثل هنا النقطة A والنقطة B. دونك يمكنني نقل نقطة A من غرافيك 1، دونك من النافذة الأولى إلى النافذة الثانية. دونك ليس باستعمال زر الفأرة بطبيعة الحال، لا يمكن ذلك، لكن بالضغط بزر الفأرة الأيمن على النقطة التي أرغب بنقلها، دونك ثم أختار بروبريتي. دونك عندما أختار بروبريتي ستظهر لي هذه النافذة هنا.
دونك سأذهب إلى أفونسي وستلاحظون بأنني سأجد هنا مجموعة من الاختيارات لوكاليزاسيون. دونك هي تتواجد كما تلاحظون هنا في جرافيك وكذلك توجد في جرافيك 3D. دونك إذا قمنا بإظهار جرافيك 3D دونك سأقوم بإظهاره الآن عن طريق أفيشاج ثم جرافيك 3D، سأجد بأن النقطة كذلك النقطة A، سأنتظر قليلا. دونك لاحظوا معي فإن النقطة A والنقطة B توجدان، دونك توجدان في النافذة الأولى جرافيك وتوجدان كذلك في جرافيك 3D. دونك هنا بطبيعة الحال يمكننا إنشاء مجسمات في ثلاثية الأبعاد. دونك سأعود إلى ما نتحدث حوله. دونك عند الضغط بالزر الأيمن للفأر على النقطة A قلت بأنها تظهر لي هذه النافذة على اليمين، دونك سأقوم بإغلاق جرافيك 3D، لا حاجة لنا به الآن، ثم أفونسي. وقلت بأننا سنحصل على هذه الاختيارات، دونك جرافيك ثم جرافيك 2 وجرافيك 3D. دونك لاحظوا عندما سأقوم بالضغط هنا، دونك سأسحب جرافيك 1 وأضغط على جرافيك 2، وتلاحظون بأن النقطة انتقلت من النافذة الأولى إلى النافذة الثانية. دونك النقطة A لا توجد في هذه النافذة، النافذة الأولى، وإنما توجد في النافذة الثانية. يمكنني بطبيعة الحال إرجاعها عن طريق بطبيعة الحال الزر الأيمن للفأرة. هنا تلاحظون بأنني قمت بالضغط على جرافيك 2، دونك سأقوم بالضغط على جرافيك 1، وستلاحظون بأنها عادت إلى النافذة الأولى. سنقوم بإخفاء هذه النافذة أو إغلاقها. هنا قمت بإنشاء طبيعة الحال النقطتين.